طيب شيخنا، أحسن الله إليك سؤال آخر. الآن الله تعالى يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. طيب هل هذا، هل أفهم أنه من يسرقني أسرقه؟ لا تأخذ، مش هنعبر عن لا بيسرقه بقى، لا تأخذ منه قدر مظلمتك. إن شئت يعني من سرق شيئا من عندي وعلمت أنه هو السارق، أسرق من عنده كما سرق من لا عندي. قل يسرق، مش هسميها سرقة، خذ حقك.